أسعدتم صباحا أيها السيدات والسادة في حلقة جديدة من صدى الأقلام، أهلا بكم حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. الهينت، استشهاد المعتقل الفلسطيني بسام السايح في أحد المستشفيات الصهيونية. ونقرأ في العرب اللندني، الحشد الشعبي يضغط على عادل عبد المهدي بفتح ملف التسليح الروسي. نطالع في البصائر، القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في العراق يقدم المساعدات الإنسانية للعائلات النازحة شمالي العراق. جاء في المدى التحالف الدولي يعالج موقعا لداعش جنوب الموصل. ونتصفح في العرب الجديد، إلغاء كامب ديفيد طالبان مغامرة إضافية غير محسوبة لترامب. جاء في القدس العربي لبنان، العثور على جثة مسؤول سابق بحزب الله في منزله. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكتشف آثار يورانيوم في مخزون نووي سري بإيران. أهلا بكم. يعتقد العديد من مسؤولينا أن بلاد الرافدين التي يحكمونها الآن كانت تعيش في عصور الجاهلية، وقد قيض الله لها رجالا ليعيدوها إلى طريق الصواب. مقال ساخر للكاتب علي حسين في صحيفة المدى جاء فيه: ليس مهما توفير التنمية والازدهار والتعليم والصحة للناس، فهذه أشياء زائلة لا يجوز الانشغال بها، فمهامتنا اليوم مهمة مقدسة، وهي دحر كل القوى التي تنادي ببناء الدولة المدنية. ألم يتدرّوش علينا ذات يوم محمود المشهداني ليعلن أنهم جاءوا لدحر الماركسيين والعلمانيين وأنهم انتصروا عليهم؟ في مقابل أخبارنا التي لا تسر عدواً ولا صديقاً، وكان آخرها محاولة شطر القوة الجوية إلى شطرين، إليكم هذا الخبر من بلاد الكفار والاستعمار بريطانيا، حيث قدم شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من الحكومة التي كان يتولى فيها منصباً وزارياً، مؤكداً أنه يغلب المصلحة الوطنية على الولاء العائلي. الولاء الوطني هو الذي جعل الجنرال دوغول يكتب في مقدمة مذكراته هذه العبارة: كل الأسماء تتشابه، لكن أفعال الناس هي من تميزهم. ماذا نتعلم من دروس التاريخ؟ يبدو أننا نحتاج إلى الكثير، وإلا ما كنا انشغلنا بسؤال عبثي ومضحك من عينة إذا تشكلت قوة جوية ثانية فلأي جهة سينتمي فريق القوة الجوية لكرة القدم. يريد لنا البعض اليوم أن نظل غارقين في القضايا المصيرية كأحقية إيران في بناء مفاعل النووي وقدرة أردوغان على دحر معارضيه والسعي إلى استنساخ تجربة جزر القمر في التنمية. لا وجود لقضايا تهم الناس كالخدمات والأمان والصحة وتطوير التعليم. لا يمكن أن نغفل دورنا الحيوي والمؤثر في مسيرة الشعوب، ولا يليق بالعراق أن يهتم بشؤون مواطنيه ويترك ما يجري في البحرين والسعودية واليمن. يضيف الكاتب: يا سادة، ومبروك لكم أنكم حافظتم على مكانة العراق في سلم الفساد المالي والإداري وغياب الخدمات وفوضى الفشل، لأن العراق من دونكم لا مكان له على خارطة الدول السعيدة. بعد معايشة العراق لحربين متعاقبتين، حرب الخليج الأولى والثانية وما نجم عن ذلك من دمار للبنى التحتية، ثم تلتها مرحلة الحصار، أصبح الوضع أكثر سوءاً مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وما لم يتم تدميره بالحرب تعرض للنهب أو الحرق أو السرقة من قبل مجاميع مسلحة متطرفة. عن وضع العراق نشر موقع Global Affairs للدراسات تقريراً مطولاً نأخذ منه هذا المقتطف. الحكومات العراقية المتعاقبة، ورغم إيراداتها البالغة أكثر من 800 مليار دولار منذ عام 2003، لم تقم بأي جهود إعادة أعمار جدية في أي مكان يذكر في البلد.
وبغض النظر عما صرف لصالح القطاع العام الواسع وما يتعلق بتكاليف الجهد الأمني، فإن مليارات أخرى من الدولارات أهدرت عن طريق وسائل الاحتيال والفساد بشكل ممنهج، وذلك بغياب الشفافية والمحاسبة. الحصيلة المحبطة للأمال التي خرج بها مؤتمر الكويت ترك المناطق المتضررة من الحرب في العراق في حالة ميؤوس منها. الموصل التي أعلن داعش من داخلها تأسيس خلافته شهدت المعارك الأكثر عنفاً وتحملت الجزء الأكبر من الدمار، وبلغت نسبة الدمار في كثير من مناطقها ما يقارب 80%، خصوصاً في الجانب الغربي القديم من الموصل. وبعد 3 سنوات من التحرير، الحطام والجثث المطمورة تحت الأنقاض ما تزال على حالها، ولأجل رفعها والاستعداد لعملية إعادة إعمار شاملة، فإن هذه العملية تحتاج لتمويلات ضخمة تكون بمتناول اليد. يبدو أنه من المحتمل جداً أن لا نرى تقدماً مهماً في جهود إعادة الأعمار إذا استمرت موارد العراق بكونها لا تكفي بالكاد للإبقاء على ديمومة أنشطة الحكومة، حيث لا يتبقى شيء يستثمر به في إعادة إعمار البنى التحتية. من المفترض أن يستبدل الدمار الذي لحق بمدن وبلدة صغيرة فيها المحافظات الست بأبنية وطرق وساحات جديدة، ولكن إعادة الإعمار في العراق يجب أن تشتمل أيضا على إعادة بناء أواصر التعايش بين أبناء المجتمع برمته، بحسب موقع Global Affairs. جاء في الشرق الأوسط، عاد الحشد الشعبي برئاسة أبو مهدي المهندس إلى الأضواء إثر عزم هذه القوات على تشكيل قوة جوية. ماذا يريد الحشد ومن يدعمه؟ كل هذا نجده في تفاصيل مقال الكاتب خالد يايمود في صحيفة الشرق الأوسط. يمكن القول أن العقلية المسلحة للجماعات المذهبية الشيعية لم تكن وليدة مواجهة الإرهاب فحسب، بل كانت تحمل في أحشائها رؤية معينة لعراق المستقبل يكون فيه المنظور الطائفي الديني محمياً بقوة السلاح، ويكون الحامي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الدولة العراقية المعاصرة. ويبدو أن الحشد الشعبي انتقل عملياً إلى حشد ميليشيوي إقليمي مشارك في الصراعات الإقليمية والدولية، وهذا المنظور السياسي والديني للحشد الشعبي ليس جديداً، بل يعود لثمانينات القرن العشرين ووصل لدرجة إنشاء منظمة بدر من عراقيين حاربوا ضد بلادهم لمدة عقود. هذه الخبرة التاريخية كرست كون الولاء الطائفي فوق الاعتبار الوطني، ما جعل من الحشد الشعبي العراقي لاعباً رئيسياً في المعادلة الداخلية العراقية، وحول تكتلاً وخليطاً مكوناً من 67 من الميليشيات المسلحة إلى قوة عسكرية شبه رسمية بولاء خارجي. أكثر من ذلك، تلعب الفصائل والميليشيات المرتبطة عقدياً بولاية الفقيه دوراً مهماً في طبيعة الصراع القائم اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة يعتقد أنها انطلقت من العراق في شهر مايو أيار 2019. طبعاً تهدف سياسة الحشد إلى فرض تموقع جديد للحشد الشعبي يوازن بين خلق نفوذ صلب داخل دولة العراق الجديدة، وفي الوقت نفسه القدرة على لعب دور إقليمي قد يتجاوز قدرة الدولة العراقية نفسها. جاء في عربي 21، تسارعت مؤخرا وتيرة المفاوضات الماراثونية بين أمريكا والطالبان، طبعا من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي بعد 18 عاما مستمرة من الاجتياح الأمريكي لأفغانستان للإطاحة بنظام طالبان وتصفيتها في أعقاب اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر 2001. هل سيصمد هذا الاتفاق أم لا؟ مقال للكاتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21. ورغم الحديث عن تقدم مشجع، فإن التسريبات حول بنود الاتفاق لا تزال محدودة، وهي تتركز على الحديث عن انسحاب أمريكي تدريجي على مدى 18 شهراً يؤدي في النهاية إلى عودة نحو 14 ألف جندي إلى الولايات المتحدة تطبيقاً لوعود الرئيس دونالد ترامب.
بينما لم تقدم حركة طالبان تنازلات واضحة حول المطالب الأمريكية التي تتلخص في وقف كامل لإطلاق النار والدخول في مفاوضات مع حكومة أشرف غني في كابول وتقديم ضمانات ملزمة بعدم السماح بتحويل أفغانستان إلى منصة لتنظيمات متشددة مثل القاعدة وتنظيم الدولة تستهدف الأراضي الأمريكية. لم تقدم حركة طالبان تنازلات واضحة حول المطالب الأمريكية في سياق المفاوضات بين أمريكا وطالبان. تبدو الحكومة الأفغانية غائبة تماماً، فحركة طالبان مستعدة لوقف إطلاق النار مع القوات الأمريكية لكن ليس مع الجيش الأفغاني، الأمر الذي يضع مستقبل أفغانستان في حالة من الغموض ويدشن لحرب أهلية واسعة، فعدم وجود ضمانات أمريكية بسلامة الأراضي الأفغانية ظهر بوضوح من خلال غضب الحكومة الأفغانية من المفاوضات بين أمريكا وطالبان والتي تراها كابول تهديداً لها، حيث أجل الرئيس الأفغاني أشرف غني زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بشأن المصالحة لأسباب غير معلومة. الكاتب يقول: يبدو أن ترامب متعجل بالانسحاب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020 في إطار سعيه الشخصي طبعاً للفوز بولاية حكم ثانية. نقرأ في العرب اللندنية: سيقول الشعب التونسي كلمته بالسلب أو الإيجاب، تلك هي ديمقراطية الشعب فاحترموها. مقال للكاتب الحبيب مباركي في صحيفة العرب اللندنية. نظرياً كل الطرق ممكنة للوصول إلى الشعب والتأثير عليه بخطب رنانة وبرامج تكون أقرب إلى الواقعية تسترضي فئات واسعة للوقوف وراء هذا المرشح أو ذاك، لكن عملياً ما كشفت عنه منصات العرض لأبرز المرشحين يبدو أنه لا يبعث على التفاؤل. منسوب عال من التشكيك والتصريحات المنفلتة وخطاب لا يرقى إلى مستوى الرهان الموضوع على طريق التنافس بين مختلف المرشحين. هنا تتدخل قوة قاهرة وأداة ضاغطة لفرض سلطتها وقول كلمتها بين هؤلاء، الشعب أولاً. الشعب باعتباره ميزان العدل بين هذه الوجوه التي اختزلت مشهداً سياسياً متواضعاً في أغلبها، ينم عن تراجع مستوى الطبقة السياسية في تونس وانحدارها إلى أفق بات يهدد الديمقراطية الناشئة بكل أطرها التقليدية والتجريبية. لكن في ظل مستوى متراجع للمنخرطين في التصويت وإحجام بعض المرشحين عن الإفصاح عن ممتلكاتهم، يتزايد القلق في تونس من عزوف كبير عن التصويت في الاستحقاق الرئاسي المنتظر وسط انقسام باد في الشارع حول من سيختار من بين هؤلاء. عملياً تلوح الطريق نحو قصر قرطاج متعرجة وذات انكسارات شاقة على بعض الوجوه التي اختارت خطاباً برامجياً لا يوازن بين الحقيقة والواقع، بين المنشود والمأمول، وبين الآني وبعيد المدى. بالمقابل تلوح بعض الأسماء المرشحة أكثر استجابة لصوت العقل بفضل خطاب يشد المسامع ويستهوي القلوب. الشعب التونسي اليوم هو عنوان كبير لمشهد سياسي جديد سيبنى على أنقاض انتخابات رئاسية دخلت مرحلتها الحاسمة، لذلك حري القول اليوم أن لا ديمقراطية سوى ديمقراطية الشعب الذي له الكلمة الفصل أولا وأخيرا. يشير شعار صوتي لا يصل إلى التلفاز فكيف سيصل إلى الصندوق، والذي تم رفعه في الجمعة 28 لمظاهرات الحراك في الجزائر، يشير إلى غلق السلطة التام وسائل الإعلام والذي شمل أيضا الإعلام الخاص في إطار لعبة لا يتم التعبير فيها إلا عن رأي السلطة فقط. مقال للكاتب الجزائري محمد سيبشير في صحيفة العرب الجديد. رفع الحراك منذ أول يوم مطلب فتح المجال الإعلامي كونه مغلقاً ولا يعبر إلا عن رؤية السلطة، وفتحه كفيل بإيصال الإشكالات التي بقيت صامتة أو مسكوتاً عنها عقوداً،
بالنظر إلى صلتها بمنهجية الحكم ومقاربة الشأن السياسي من النخبة الحاكمة باعتبارها شأن حصري لتلك النخبة، إلى درجة أن الشأن السياسي أصبح مغلقاً وضبابياً لا يفهم كنه ما يجري فيه إلا بعض من رجال السلطة، أو ما اصطلح على تسميته في الجزائر الصندوق الأسود، أو الوحدة القرارية التي تتحكم في البلاد وتتنفذ في إقرار شؤونها، كما تم اعتبار فتح المجال الإعلامي من إجراءات التهدئة للدخول في أي حوار حقيقي وجاد، حيث أنه مع توالي جمعات الحراك وشهور الانسداد تبين للجميع حيوية فتح المجال الإعلامي أمام تدافع الأفكار ومناقشة المبادرات وتبادل الرأي بين المنافحين عن هذا الاتجاه أو ذاك، والكل سواعد لبناء الجزائر. ولكن مع مرور الوقت تبين شيء آخر، حيث تم الاتجاه نحو الاستقطاب، المرض العضال الذي أصاب حراك الجزائر الأول في أكتوبر تشرين الأول 1988 في مقتل. ولكن على الرغم من احتفاظ الذاكرة الوطنية بتلك الصورة السلبية عن الاستقطاب، إلا أن الساحة السياسية متجهة نحوه حتماً في حال عدم إصلاح الوضع، وتكون الأداة الإعلامية القديمة منها والجديدة هي السلاح الأقوى. قيل قديماً إن معظم النار من مستصغر الشرر، وهو ما يشير إلى أن غلق المجال الإعلامي يرمز إلى ما هو أكبر منه وأعظم، وهو غلق المجال السياسي كذلك، ومن ثم منع الانتخابات النظيفة والشفافة من أن تكون منتهى الحراك. بعيداً عن السياسة، اعتاد الصيادون على تجهيز شباكهم وأدواتهم مسبقاً قبل بدء موسم صيد السلطعون البحري، والذي يكثر تواجدها على شواطئ بحر قطاع غزة خلال الفترة بين شهري سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني. وعلى غرار السنوات الماضية، يبدو هذا العام محملاً بكميات وفيرة منه. يتميز سلطعون البحر أيها السيدات والسادة بجسمه الصلب ومخالبه القوية، حيث يصعب على الغالبية التعامل مع هذا الكائن البحري، لكن الصيادين يستسهلون صيده رغم المخاطر التي قد يعرضون أنفسهم لها. فشباك صيد السلطعون ثمنها معقول، وعلى الرغم من تلوث شواطئ قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يمنع تواجد السلطعون ولم يحد من صيدها. مع بداية موسم السلطعون، طبعاً السلطعون البحري، ينتشر الصيادون ليضعوا شباكهم، ويتسابق الشبان والعائلات التي تسكن قرب الشاطئ على العمل في صيده وبيعه. وبعد عزوف الكثير من الصيادين خلال السنوات الماضية عن اصطياده، عادوا من جديد إلى صيده مؤخراً، حيث يتصيدون يومياً ما يزيد عن طن من السلطعون على طول ساحل قطاع غزة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.